عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نحكي عن قرية محتلة في فلسطين، وهي القرية فيها مسجد. المسجد شو علاقته بعمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ تعالوا فينا نتابع القصة في الفيديو. القرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد 19 كيلو متر شمال مدينة يافا و15 كيلو متر غرب مدينة قلقيلية و13 كيلو متر جنوب غرب بلدة الطيرة منطقة المثلث. وكانت القرية تابعة لقضاء يافا. وإلى الشمال من قرية الحرم تقع خرائب أرسوف، وهي مدينة كنعانية قديمة شادها العرب الكنعانيون على ساحل البحر المتوسط، وعرفت في العهد اليوناني باسم أبولونيا نسبة إلى أبولو آخر آلهة اليونان. وكان لموقع أرسوف وميناؤها على شاطئ البحر أن جعلها محط أنظار الغزاة الصليبيين، باعتبارها موقع استراتيجي مهم للشاطئ على الساحل الفلسطيني. ومن هنا كانت مدينة أرسوف دائرة للمعارك بين المسلمين والصليبيين الذين احتلوها في زمن الفاطميين سنة 1099 ميلادي، واستردها صلاح الدين بعد معركة حطين في سنة 1187 ميلادية، ولكنها عادت للسقوط بأيدي الصليبيين بعد معركة جرت بين ريتشارد الأول وصلاح الدين الأيوبي في سنة 1191 ميلادية. ثم توالت السنين ليسيطر عليها السلطان الظاهر بيبرس على المدينة سنة 1256 ميلادي بعد حصار دام 40 يوما، وقام بحرقها وتخريب حصونها وهدم أسوارها خشية أن يعاود الصليبيين احتلالها من البحر والتحصن بها من جديد. وتركت المدينة مدمرة بما فيها القلعة حتى القرن السادس عشر ميلادي، حين عاد أهل المدينة الذين شردوا منها واستقروا إلى الجنوب منها حول مقام الولي الصالح علي بن عليل الذي قدم إلى فلسطين وقام في أرسوف، وتوفي ودفن فيها عام 474 هجرية أي سنة 1081 ميلادي. فنشأت بالقرب من أرسوف قرية الحرم، وسميت قرية الحرم بهذا الاسم لكونها نشأت في المكان الذي دفن فيه ولي الله علي بن عليل المعروف بابن عليم. وتكريما لصاحب المقام بني في زمن القائد صلاح الدين الأيوبي مسجدا ليضم المقام، وأصبحت القرية تعرف أيضا باسم سيدنا علي نسبة إلى مسجد سيدنا علي بن عليل الموجود فيها. وقد ذكرت أسماء 22 عائلة وأربعة من العزاب في سجلات الضرائب العثمانية سنة 1596 ميلادية، وهو موعد إعادة بناء قرية الحرم. وكانت فلسطين قد دخلت تحت الحكم التركي عام 1516 ميلادية، وجلوا عنها عام 1918 ميلادية ليحل محلهم المستعمر الإنجليزي لتنفيذ وعد بلفور في 2/11/1917 ميلادي، الذي ينص على دعم بريطانيا لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وصاحب المقام هو أعظم الأولياء المشهورين بأرض فلسطين، يعود نسبه إلى الخليفة الراشد الناطق بالصواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو جده السابع. والده علي بن محمد ابن يوسف ابن يعقوب ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول عنه مجير الدين الحنبلي في كتابه الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل
من الأولياء المشهورين بأرض فلسطين، السيد الجليل الكبير وسلطان الأولياء وقدوة العارفين وسيد أهل الطريقة المحققين، صاحب المقامات والمواهب والكرامات والخوارق الباهرات، المجاهد في سبيل الله، الملازم لطاعة الله، صاحب الكرامات المشهورة والمناقب الظاهرة، وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره والاستقصاء في ترجمته، فإن صيته كضوء النهار لا يخفى على أحد. وقد أعقب سيدنا علي بن علي لأربعة أولاد، فياض ومصطفى ومحمد وحسن، ومن ذريته عائلة العمري في إربد أو العمري وجنين، وفي الرملة يقال لهم آل تاجي الفاروقي وآل خيري، وعائلة أبو عرقوب في غزة ودور الخليل. ونتيجة لأعمال العنف التي كانت تقوم بها قوات الهاغانة الصهيونية ضد العرب وقتل أبناء عائلة الشوبكي المجاورة للقرية، دب الرعب والخوف بين سكان القرية واضطروا إلى مغادرتها والرحيل عنها خوفا من هجوم صهيوني وشيك على القرية. واحتلت قوات الهاغانة القرية بتاريخ 12/4/1948 وقامت بهدمها وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 1948 حوالي 603 نسمة، وأقاموا على موقعها مستعمرة رشف التي تعتبر اليوم ضاحية من ضواحي مدينة هرسيليا. كل ما تبقى اليوم من قرية الحرم هو المسجد والمقام والأسس المهدمة لبعض منازل القرية وعدة منازل يسكنها اليهود، ومقبرة مهدمة تبرز فيها بعض القبور المتناثرة هنا وهناك، وتشرف المقبرة المتهدمة على البحر وتستخدم موقفا لسيارات الإسرائيليين والسياح الأجانب. تم النقل عن موقع ذاكرة فلسطين، ولنا عودة إن شاء الله لك يا فلسطين.